واحد، ما تقعدش على الكرسي القلاب. الكرسي القلاب ده بيبقى ضرر ليك وفي نفس الوقت ضرر للي وراك، لأن 90% من الكراسي القلاب اللي في ميكروباصات مصر بتبقى مكسورة، فلا منك هتقعد مرتاح ولا منك هتريح اللي وراك. وكمان الكرسي ده موضع استراتيجي مهم للطلوع والنزول، فلو حابب تبقى أنت ترانزيت بتاع الميكروباص فجود لك يا معلم. 2، من الأماكن الخطيرة جداً في الميكروباص هو الكرسي اللي ورا السواق على طول، لأن احتمالية لمك للأجرة بتزيد جداً. فلو أنت مش في هندسة عين شمس أو دارس أكاونتينج في الأيو سي، صون نفسك وما تقعدش عليه، هتتبهدل. 3، بمناسبة بقى لم الأجرة، لو عايز تنجي نفسك منها عليك بالآتي. شوف يا سيدي، ورقة وقلم واكتب معايا. أنت تكون مجهز الأجرة فكة من وانت في بيتكو، وأول ما تركب الميكروباص اديها للي قاعد جنبك، حتى لو مرضاش حطها له في جيب القميص بتاعه أو في جيب البنطلون، زي ما كده بتدي الفلوس للحلاق بتاعك. وحط الهاند فري في ودنك، حطها حتى لو مفيش حاجة تسمعها على موبايلك. ويا سلام لو تقعد بقى تحرك راسك كده حركة عمودية كأنك بتسمع مزيكا مثلا، ده هيدي إيحاء للناس إنك مش سامع حاجة، فبالتالي محدش هيقول لك حاجة. 4، هتلاقي بنت كده قاعدة في آخر كنبة ورا جنب الشباك اللي ورا السواق، روح هاتها من شعرها وقعدها قدام خالص. اسمع كلامي والله، البنت دي أصلاً بتبقى نازلة على الدائري أول واحدة وبتبهدل كل اللي في الميكروباص عشان ينزلوها.